دشن الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود الخليفة مهرجان أضواء البحرين من خليج البحرين، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمواطنين والمقيمين وزوار المملكة، حيث استمتع الجميع بالأجواء الجميلة والاستعراضات اللامعة. أجواء ساحرة وألوان زاهية لمعت في خليج البحرين في الموسم الثاني لمهرجان الأضواء من خلال استعراضات ضوئية متميزة تمثلت في تركيبات ومجسمات ضوئية تفاعلية وعروض الأداء المدهشة صممها أشهر الفنانين العالميين المشاركين في هذا المهرجان. هذا العام مهرجان الأضواء في النسخة الثانية أكبر من النسخة الأولى بضعفين، هناك عدد من المشاركين فنانين من جميع أنحاء العالم من بريطانيا وأمريكا وآسيا. الهدف من هذا المهرجان أن العوائل يجون ويزورون البلد سواء بحرينيين أو سواح ويشوفون إلى هذه المجسمات الفنية اللي عبارة من متكونة من الإضاءة، ومثل ما انتم شايفين تونا اطلقنا المهرجان والاقبال كبير الحمد لله. العام كان هناك تقريبا 5 اعمال فنيه، هالسنه ما شاء الله هناك فوق 10 اعمال وهي مختلفه، يعني كل واحد باعمال فنيه ومجسمات مختلفه، والهدف منها الاستدامه، يعني كل عمل فني له روايه مختلفه. احنا هدفنا الاساسي ان نجذب السواح الخليجيين الى مملكه البحرين، وان العوائل البحرينيه يقضون وقت ممتع في هذه الاجواء الحلوه. معروضات الإنارة المتنوعة التي زينت ممشى خليج البحرين وبعثت فيه روحا نابضة بالحياة لفتت أنظار زوار المهرجان بروعتها وجمالها من خلال مجموعة من اللوحات الفنية الضوئية لأحدث الابتكارات في مجال الإضاءة، والتي طرحت مجموعة من الأفكار الجديدة من عدة دول. طبعاً استمتعنا في المكان والفعاليات الموجودة في المنطقة هني، وإن شاء الله تستمر هالفعالية بشكل سنوي على ما هي وأفضل. والله المهرجان وايد حلو، يا ريت إنه لو يسوون فعاليات هاللون أكثر، لأن خصوصاً يعني هالأيام لأن الجو وايد حلو، ف يعني it encourages people to go out more. Fantastic festival. استمتعت اليوم وتسليت كثيراً في المهرجان، خصوصاً وأن الأجواء الحالية تشجع على الخروج والاستمتاع بهذا الجو الجميل، فضلاً عن وجود عدد من المعروضات. وأكثر ما لفت نظري القطع الفنية لفنان ياباني مرتبطة بأوراق إحدى النباتات اليابانية. هذا المهرجان يعد فرصة رائعة للاستمتاع بالأجواء الجميلة والباردة نسبياً، بالإضافة إلى القطع الفنية والأفكار المعبرة التي قدمها الفنانون المشاركون فيه. أشكال ضوئية متنوعة وأفكار براقة قدمها المهرجان لزواره، اتخذ بعضها أشكالا تشبه إلى حد ما أوراقا نباتية في اليابان وبوكيه الأضواء الفرنسية، بالإضافة إلى مجموعة من ملابس الأضواء قام العارضون بارتدائها، وقدموا فيها عروضا مفرحة ومسلية تستمر حتى ديسمبر القادم. في عالم الألوان والألعاب التفاعلية تمنح الكبار قبل الصغار متعة لا مثيل لها، لها تأثير في القلوب قبل العيون من خلال استعراضات لامعة لأحدث الابتكارات في مجال الإضاءة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.